السلام عليكم، تعالوا معنا لنتذكر بعض ما ورد من نصوص شريفة في ليالي القدر. ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان المبارك الجليلة القدر والعظيمة الشأن، فهي كما وصفها القرآن الكريم خير من ألف شهر، وهي الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والتي نعتقد كمسلمين أنها ليلة أخفيت بين ليالي الشهر المبارك وتقدر فيها أمور العباد، وفيها يفرق كل أمر حكيم. أعمال ليلة القدر: الليلة 23، وهي أفضل من الليلتين السابقتين، ويستفاد من أحاديث كثيرة أنها هي ليلة القدر، ولهذه الليلة عدة أعمال خاصة سوى الأعمال العامة التي تشارك فيها الليلتين الماضيتين. أعمال هذه الليلة المباركة اختارها الشيخ عباس القمي رحمه الله من أمهات الكتب ورتبها كالتالي: الأعمال العامة التي يستحب الإتيان بها في جميع ليالي القدر: الأول، أن يغتسل عند غروب الشمس ليكون على غسل لصلاة العشاء. الثاني، الصلاة ركعتان، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد التوحيد 7 مرات ويقول بعد الفراغ 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. الثالث، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. الرابع، رفع المصاحف. الخامس، قراءة دعاء الجوشن الكبير. السادس، الصلاة 100 ركعة، والأفضل أن يقرأ في كل ركعة بعد الحمد التوحيد 10 مرات. السابع، إحياء هذه الليلة. والأعمال الخاصة التي يستحب الإتيان بها وتختص ليلة من ليالي القدر بعينها: أعمال الليلة 23 الخاصة: الأول، أنه يستحب فيها غسلان مؤكدان في أول ليلي وآخره. الثاني، قراءة سورة الروم والعنكبوت والدخان وقراءة سورة القدر 1000 مرة. الثالث، أن تكرر في هذه الليلة بل في جميع الأوقات دعاء اللهم كل وليك الحجة بن الحسن. قراءة هذا الدعاء: يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من 1000 شهر، ورب الليل والنهار، إضافة إلى قراءة زيارة آل ياسين وقراءة دعاء يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه. الرابع، أداء صلاة الليل. وفي النهاية أعزائنا المشاهدين، وبعد فراغنا من أعمال هذه الليلة المباركة، فنحن لن ننسى بكل تأكيد الدعاء لإمامنا الحجة عليه السلام بتعجيل فرجه الشريف.